السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيم. تحية وحب وتقدير لحضراتكم طبعا، واسمحوا لي في البداية انوه على صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيم بالعربي، من خلالها بنعمل كل وصفات او بنعرض عليها كل الوصفات اللي بنعملها على مدار الاسبوع، كل وصفة بفيديو مستقل وكمان سكرين شوت من المقادير. حضراتكم لو ليكم اي طلب لاي وصفة اكتبوا بس سيرش، كلمة سيرش على اسم الوصفة، ان شاء الله تطلع لكم وتشوفوا وصفات كتير جديدة لطيفة تعجب حضراتكم باذن الله. كل سنه طبعا كل اخواتنا المسيحيين بالف صحه وسلامه. الاسبوع ده ان شاء الله هيبقى معمول بناء على شرفهم، لانه هنشتغل وصفات لطيفه جدا خاصه بيهم في خلال الفتره دي. النهارده هنعمل وصفه كعب الغزال، لانه هو من الحاجات الجميله جدا، وهتلاقوا طبعا والنشادر بطريقه جديده حلوه قوي هتعجبكم جدا بالشوكولاته، وفي وصفات كتير للمعمول وكمان البريوش خلال الاسبوع ده باذن الله. النهارده احنا بنتكلم عن المنتجات الجميله اللي معانا. طبعا معانا براش هو زي ما اتفقنا كريم تفتيح مهم جدا، فعال لانه غني بفيتامينز معينه، هي منها فيتامين الف وفيتامين سي وكمان الكولاجين وخلاصه العرق سوس والبانتينول، في اكتر من ماده فعاله جدا وجميله جدا للتفتيح وللعنايه بالبشره، للتصبغات والحب الشباب لما بعد، حتى حب الشباب الاثر اللي بيبان بعد الحبه، كمان اللون الاسمرار اللي بيبقى في البشره بيعادل جدا فكره ان احنا نفتح المناطق كمان الحساسه بيه. هو انتاج شركه AMD للادويه، وطبعا توزيع الشركه المصريه للادويه من اكبر الشركات الموجوده، موجود في كل الصيدليات، اي صيدليه ينقص فيها اي منتج خاص بالكولوسيز او البروش حضراتكم بس ابعتوا على الرقم اللي موجود على الشاشه وقولوا انه احنا في المكان الفلاني ينقصنا كذا، هم بيدعموا فورا المكان ده، ان شاء الله تلاقوه بكل سهوله واريحيه. وعايزه اقول انه يصلح جدا للرجال بعد الحلاقه، يصلح للبنات الصغيرين، يصلح للشابات وللسيدات وللرجال الكبار كمان، مش بس الستات بس او بنات بس، لكن هو يصلح لكل يعني كل النوعيات، احنا نقدر نستخدمه بشكل جميل جدا. ميزته ان هو مش اويلي، يعني مش بيلزق ومش بيزيد. الناس اللي بتبدا تحطه مع الصيف، هو في ماده من ضمن المواد اللي بتتحط جوه الصن بلوك، ودي ميزه فيه، فاحنا نقدر نحطه وبعدين نحطه فوق الصن بلوك اللي بننزل بيه عادي جدا في الشمس وقت ما ربنا يعني يفرجها كده ويكرمنا. للناس اللي بتبقى مضطره لما يبدا بقى يدخل الصيف بحرارته الشديده هنحتاج جدا الصن بلوك. اتمنى يا رب ان المنتج يكون ينال اعجابكم، سعره لا يتعدى 48 جنيه ونص، موجود في كل الصيدليات. النهارده كمان معانا شهرزاد، بذكر حضراتكم ان احنا شهرزاد دايما متالقه معانا، واتمنى يا رب دايما هتلاقوها في معظم الماركتس الكبيره والسوبر ماركتس وكتير جدا. هندعم بيها اسكندريه، وهنقول لكم في اسكندريه فين عشان خاطر فراوله حبيبتي سالته مدام ناديه، ان شاء الله باذن الله. شهرزاد يا ريت حضراتكم بس تكتبوا سيرش على حلقه مصنع، زياره مصنع شهرزاد، حضراتكم شوفوا الحلقه، انا مش هتكلم عنه لكن شوفوا فكره الخضار الفروزن لما بيكون حاجه محترمه، ايه الفرق واللي هو صحي اكتر، وليه بره بيبداوا يستوردوا الخضار يكون مزروع بمقاييس معينه، والا احنا المصنع ده يعني مش اي مصنع بيعرف يصدر بره مصر الحقيقه يعني. طيب هنرجع بقى نسيب شهرزاد وندخل على اصل الحلوب. اصل الحلوب من يعني اولا احنا عارفين قد ايه زمان قيمه وفايده السمنه البلدي، كلنا تربينا، الناس اللي تربت اهالينا امهاتنا وجدودنا على السمنه البلدي. السمنه البلدي ليها فوائد كتير جدا، معظم دكاتره التغذيه بتقول قد ايه السمنه البلدي مفيده جدا عن او زيت الزيتون لو اللي عايزين يستخدموا زيوت، مفيده جدا حتى في الدايت او في الوقت الواحد يحافظ بيها على صحته. مش بنكسر منها ولكن الكميه منها مسموحه جدا وهي تفضل لانها مضمونه المصدر الحيواني. طبعا معانا اصل الحلوب النهارده بلدي 100%، موجوده في كل اماكن الخاصه بمنافس بيع الجيش، موجوده جدا، وفي برضو في بعض السوبر ماركتس، انا هنزل البوست على الصفحه واللي ما شافوش يعني ممكن يسال ويجاوبوا عليه، مفيش مشكله خالص. كمان في منها الاحجام ال 2 كيلو، في منها الكيلو الحجم الصغير، وعندنا كمان الزبده اللي هي اصل الحلوب، الحجم الصغير من السمنه اصل الحلوب علشان يبقى في منها الحجمين، ودي زبدة أصل الحلوب الفرنسية 100% وتصلح للحلويات وللحوادق ولكل المخبوزات. نوعين السمنة موجودين أو علبتين أنواع السمنة موجودين، الكبيرة والصغيرة. طيب النهاردة احنا عايزين نعمل حاجة لطيفة جدا خاصة ب يعني بإخواتنا المسيحيين، ولو في وقت هنعمل نوع مكرونة مهم جدا فايدته عالية جدا بالبنجر جامدة جدا. خلينا نقول أول كعب الغزال عندي كيلو دقيق لكعب الغزال
كيلو دقيق، انا هقول على الكيلو لكل الناس اللي طلبت مني على الكيلو. كيلو دقيق، معلقتين كبار من السكر، 2 كوبايه الا ربع سمن اصل الحلوب، انا هستخدم فيه السمنه، كوبايه ونص من اللبن، ومعلقتين كبار من الخميره الفوريه، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح. الحشوه عندي عجوه وعندي سمسم، واقدر انكه العجوه بتاعتي برشه حبهان، رشه قرفه، رشه قرنفل، اللي انتوا عاوزينه والطعم اللي انتوا بتحبوه، ممكن ادعمها بمعلقه كاكاو عادي جدا. اللي انتوا تحبوه في العجوه اوكي، انا بعملها على البارد وما بحبش اسويها على النار، ما بديهاش سمن ولا زيت، بحب احلها كده بايديا على البارد واضيف لها حتى نص معلقه السمنه او الزبده اللي انا عايزه احطها على البارد، لان هي لما بتدخل الفرن بتستوي، فانا مش عايزه انشفها قبل وبعدين ادخلها الفرن فتبقى جوه ناشفه الحشوه. طيب هقول كعب الغزال، انا هنا قلت مقادير الكيلو، انا هستخدم المعيار ده على النص، هعمل نص المعيار لانه يعني هوري حضراتكم شكله ازاي، ولطيف جدا والعجينه بتاعته حلوه قوي. هنا هاخد كده السكر، خلي بقى اللبن هنا في جنب كده، البيكنج باودر، خليني بس اخد كميه الدقيق الاول. عجينته بسيطه وسهله جدا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، و الخميره والبيكنج باودر والسكر، ادي الخميره، وفي بيتعمل من غير خميره على فكره، في منه مقادير من غير خميره بيطلع حلو برده، بس يعني ايه انا بقول لكم بالخميره، هي معلقه واحده على الكيلو بتبقى جميله جدا جدا. ده السمسم والحركات، خلينا هنا ايه وادي السمن، هاخد كده هنضربهم مع بعض، واللبن ساتر او دافي لمجرد بس انه يشغل الخميره على طول. قولوا لي بقى كل شوية، كل دقيقتين كده. خليني ابص كده على قوامها، حلوه بس محتاجه برضو شويه سوائل، ممكن اخد شويه لبن كمان صغيرين، اخد شويه لبن صغيرين ممكن. اوكي عينيا والله، تسلموني والله، تسلم ايديكم حبايبي. انا بس عايزه العجينه لينه كده وحلوه هتخمر، انا الحقيقه بحب اخمرها وهي على الصاج، يعني انا بشتغل فيها على طول وبحب اخمرها وهي على الصاج، تاخد تخميرتها وهي موجوده ومحشيه وكله تمام. وهوريكم انا هعمل طريقه لطيفه جدا هتعجب حضراتكم جدا، خليني بس ايه قبل ما تجيبوا انتوا شكل العجينه، هزود بس انا شويه لبن صغيرين. اوكي يا حبايبي تسلموا، خليني اخد بس شويه لبن صغننين هنا نونو حلوين، واللبن يكون فاتر ودافي عشان تخمر على طول. عجينه جميله جدا جدا وسهله جدا جدا، بسم الله.
كده واخدها هناك، وعندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هبعد كده الحاجات دي، هاخد كده العجينه دي، وعندي هنا شويه دقيق طبعا رشه كده، هنزلها اعملها بقى بايدي، لانه ايه انا بصراحه بحب احس العجين جدا بايديا. ومعانا حبيبه قلبي صباح الفل والياسمين عليها، مدام نادي حبيبتي. صباح الفل، علوا لي الصوت يا اولاد. يا رب تكوني بخير واسرتك بخير واسره البرنامج يا رب، حبيبه قلبي تكونوا دايما بخير، وربنا يحفظكم على نزولكم ووقفتكم، تيجوا بالسلامة وتروحوا بيتكم بألف سلامة. آمين يا رب. وربنا يكفيكم شر أي حاجة وحشة في الدنيا يا رب. آمين يا رب. إحنا وحضرتك وكل سنة بإيدك طبعا على كل حاجة بتعمليها والله. يا حبيبي. وأنا النهاردة مع إخواننا حبايبنا اللي ما نستغناش عنهم. أيوة. الأكلات دي أنت عارفاني صيامي صيامي. صيامي صيامي يا حبيبة قلبي. فأنا كمان قبل رمضان بحب 10 أيام كده ما أجيبش لحوم ولا فراخ، عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يعني يدخل علينا رمضان بخير. ايوه. وامرنا لله، الامر لله ونعم بالله، فاحنا مستسلمين لربنا وان شاء الله يرضى عنا والدنيا تحلو ويعني الغمه تزيح عنا جميعا يا رب. يا رب امين. طبعا يعني ببعت تحيه ومعايده لكل حبايبنا واخواننا الاقباط، اولهم طبعا مدام ثريا يا رب تكون سامعاني يا رب، ومدام سميره وحبيبتي ام جوزيف ومدام وام رمزي وكل حبايبنا كلهم اللي نعرفهم اللي ما نعرفهمش في جميع انحاء الدنيا. كل سنه وهم طيبين كلهم، كل مصر وكل اخواتنا المسيحيين بخير كل اعيادهم، وان شاء الله ربنا يفتح الكنائس ويفتح المساجد والحياة تعود تاني عظيمة، عشان يا رب. أنا إيه يعني الحمد لله كنت الأول مش هاممني، دلوقتي مع الأخبار والكلام ده فهو ما فيش في حتة إنسان إلا الدعوات. صحيح. وطبعا كل واحد يصلي صلاته ويدعي ويدعي يا رب، ربنا يخرجنا منها على خير. آمين 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 على كل حاجة بتقدميها، ويسلم الكاست كله وتسلم الكاميرات اللي ماشية مع إيدك، ومخرجنا أيا كان طبعا كل مخرجينا معاكم زي الفل ما شاء الله عليهم. يا رب يخليك، ربنا يسعدك دايما يا عظيمة. آمين. ودايما واقفة كده بابتسامتك الجميلة وأخلاقك العالية يا روحي حبيبة قلبي، ربنا ما يحرمني منك. بتكلم على أم إسلام وأم حمادة وكل حبايبنا برضه، يا رب يكونوا سامعين حضرتك دلوقتي بإذن الله يا حبيبي، أكيد صاحيين عشان يشوفوا القمر زي كده. يا رب يخليكي ليا وما يحرمنا من حضرتك ولا من سماع صوتك ولا دعواتك الحلوة والله. تسلميلي يا رب. طيب اخد سكينتي، احنا معانا اهو يعني سبحان الله. شوفي حضرتك بتسالي وجات ام اسلام على الخط معانا. صباح الفل عليكي ام اسلام. صباح الهنا يا روح قلبي. صباح الفل والهنا. نقدر ننام وما نشوفش فعلا القمر ده؟ انا بقول لمدام ناديه تسلمي تسلمي على كلامك بجد حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. انا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والله الحمد بيسعدني لله. واللي بيهون عليا بس وجودكم معايا وسؤالكم، يعني ان انا ببقى هنا بحاول اقدم اي حاجه تفيد واي حاجه تساعدوا بيها، يعني اتمنى يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. يا حبيبتي احنا معاكي ووراكي ويا رب يسلمك من كل شر انت وكل الكرو ان انتوا بتنزلوا ويعني بتتعبوا، وربنا يحافظ عليكم يا رب يا عظيمه، يا رب يا رب ويحافظ على اهل مصر كلها والعالم كله، وربنا يا رب يزيح عنا الوباء ده يا رب. امين يا رب. امين يا ام اسلام، ربنا يسمع منك حبيبتي بإذن الله. تسلم إيدك، تسلم إيدك على كل حاجة حبيبتي. تسلم يا حبيبة قلب. كل إخواتنا الأقباط كل سنة وهم طيبين. عايزة النهاردة بس أقول لمدام سهام ألف مليون سلامة عليكي. أيوة. وربنا يطمن عليكي إن شاء الله، وبأمر الله تقوم كده وتتعافى، ربنا أمين. يا رب يكتب لها الشفاء والعافية إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. وربنا أمين. يحفظنا ويحفظك ويحفظ أمة محمد كلها حبيبة قلب. أمين يا رب. يا رب. ويحفظ إخواتنا الأقباط وكلنا يا رب كده. أمين.
ان شاء الله حبيبتي، وسلامي لكل كرود برنامج الاستاذ احمد وشير وروان، ربنا يبارك لكم كلكم حبيبتي، وكل اللي ورا الكاميرات ربنا يخليكم، والدكتور كمان ربنا يبارك له يا رب. امين يا رب. احلى قناه واحلى سيف عظيمه في الدنيا، يا رب يخليك، ربنا يخليك ويحفظك ويحفظ زوجك واولادك يا رب. امين يا رب. امين، ما تحرمش منكم، ربنا يخليك يا والله حبيبتي. ربنا يفرحك بابنك، ودايما يا رب متجمعين في الفرح، ودي من محبه بينا دايما يا رب العالمين، ما تحرمش منك ام اسلام الغاليه والله. طيب انا عملت ايه؟ انا اديت رشه كده خفيفه مسحه بالميه، حطيتش بيض، اللي عايز يحط براحته. وبعدين يا اما بالمقص هقص كده، يا اما بالسكينه ممكن اخد كده الاطراف بس ايه اشيلهم اهم كده، وهاخد مثلا لو بالطول هنا، واقدر اخد برضو الملبن لو انا عايزه برضو، في طريقه تانية اللي هي اعمله كده، وده حجم تاني منه. انا دحرجته كله بطريقه الفرون شويه، يعني اقرب ليهم شويه في حته ان احنا ندحرج الكعب الغزال فين، في السمسم كده على طول سريع رولات، وبعدين بسيبه بقى على الصاج كده ياخد وقته شويه، وبعدين ايه ابدا يعني خلاص هينفش وياخد التخميره بتاعته الخفيفه الحلوه دي، وبعدين ابدا ايه ادخله الفرن. الفرن عندي طبعا 180 على الشبكه في النص. نقدر نحشي شويه بالملبن، انا الملبن لا بحطه على النار ولا بسيحه ولا بعمل فيه حاجه، انا باخد قطعه الملبن طالما هي فريش وجميله باخدها كده بالايد واحطها جوه الحشو رول، بس اعمله رول كده قريب شويه شرايح كده، واحط وحشي بتدوب وتسيح وتاكلوها تبقى بتمط كده والملبن طري وجميل ما ينشفش. هدخل دي بقى 180 على الشبكه في النص، وده كعب الغزال. انا عملت المقادير على كيلو عشان يا رب حضراتكم تكونوا عايزين المقادير على الكيلو. هنحط بقى هنا العجوه زي ما اتفقنا، العجوه على البارد، بمعنى ان انا خدت العجوه لو جامده شويه، لو عندي مايكرويف هسخنها شويه حوالي مثلا دقيقه، لو ما فيش يبقى بايدي مع شويه ميه خفيفه على النار كده تبدا تطلع، اضيف عليها شويه سمسم، رشه قرفه، اي منكهات احنا عاوزينها، وبعدين اعملها رول كده بايدي مسحه خفيفه كده من السمنه او من الزيت على ايدي كده، اعمل كده واروح ماسكه الرول ورلاه كده على الرخام، اجهزهم على الحجم اللي احنا عايزينه. في ناس بتحب العجوه قليله او كتيره على حسب، وده يرجع طبعا لاذواق حضراتكم. طبعا انا معايا دلوقتي صوت عزيز عليا، وطبعا بقالي كتير ما سمعت صوتها، مدام روحيه. السلام عليكم حبيبه قلبي عظيمه. يا حبيبتي مدام روحيه، كل سنه وحضرتك طيبه واسرتك بخير. طيبه وحشاني قوي قوي يا عظيمه، انت ناسياني ليه خالص يا عظيمه؟ يا حبيبه قلبي كل سنه وحضرتك طيبه والله، انا ما اقدرش انساكي ابدا ابدا. وانت طيبه، واشكرك على الحاجات اللي بتعمليها يا عظيمه، والله العظيم وحشاني قوي يا عظيمه. حضرتك اكتر والله، ربنا يديم عليكي الصحه والعافيه والسعاده يا رب. الله يصدقيني، انا اول واحده يمكن قلت اتصل بيكي، بس للاسف كنت بتقولي الحاجه اللي انت بتعمليها، فقلت طيب اتصل بيها كمان شويه. يا حبيبه قلبي ده شرف ليا والله، نسمع صوت حضرتك دايما. الله، وتحياتي لزوج حضرتك المحترم. وبشكر ناديه وبشكر ام جوزيف حبيبتي. تسلم يا مدام روحيه والله، تحيه لزوج حضرتك ولاسرتك جميعا. ربنا وهو بيعيد عليك يا عظيمه. سلمي عليه قوي، زي حضرتك عامل ايه؟ في المرزوق. استنى والله لازم اسمعك صوت، اوعي تقفلي. لا مش هقفل، انا معاكي. يا نهار ابيض، انا يسعدني سماع صوتك. صدقيني يا نجم. يا سلام، ربنا يبارك في عمر يا رب ويخليك يا رب الاولاد. يقول لي انت مش بتكلميها، وتقول لها فعلا ما بكلمهاش بقالي كتير. لا بس احنا ما نقدرش ننساكي مدام روحيه والله، احنا ما ننساش حبايبنا، حضرتك غاليه علينا جدا. نزل طيب معلش، هو نزل. لا سلمي لي عليه كتير كتير. ربنا يسمعني صوتكم على خير يا فندم. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي لي. شكرا يا عظيمه، وحلو ان انا سمعت صوتك. وانا كمان يا فندم، في حفظ الله، مع الف سلامه، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا انا عامله منه شويه صغيرين، خلوا بالكم كعب الغزال ليه طريقه تانية. الكعب الغزال نفسه، الغزاله الكعب بتاعها ليه دايره كده، هعملها لكم برضو. هوريكم بقى كعب الغزال على الطريقه المش مصريه بيتعمل ازاي، بيبقى اللفه بتاعته جايه ازاي، واخد كده شيب جميل زي الغريبه السوري او الغريبه المفتوحه، مش الغريبه اللي احنا بنعملها المصمطه، حاجه شبه كده بس ليه علو وليه شكل معين كده، هنعمله برضو مع بعض. لكن احنا عاده في الافران بنستخدمه، بس اقول العجوه نظيفه انا اللي عاملاها بايدي، العجينه انا عاملاها في البيت، خبزه في البيت، الحكايه دي بتفرق جدا الحقيقه. دلوقتي احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع الفقره اللي جايه مستنيه حضراتكم.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، وشرفتني ونورتني دلوقتي وانضمت لي في الاستوديو الجميله الاء سليم، بقالها كتير ما جاتش بس انا طبعا شايفاها النهارده داخله بقى علينا كده ايه، بتقول لي جايبه لك بقى حاجات جديده جامده جدا واوفرز حلوه وخصومات، فايه لولو؟ صباح الفل. صباح النور عليك. ايه لولو يعني انت بقالك فتره غايبه وجيتي دخلتي علينا طبعا يعني بالخير كله كده بنروح بنونس الناس في العيال الحظر الحزينه الحظر الحزينه صح، ربنا والله يعديها على خير يا الاء بجد، يعني اتمنى من الله بجد والله يا رب. طبعا انت منورانا النهارده يا الاء، والنهارده الاء جايبه لنا يعني ايه كورسات حلوه قوي، بس خلينا الاول قبل ما نقول اي حاجه ننزل الصفحات الخاصه من فيتا ارم جلوبال وكمان الارقام التليفون، هما صفحتين واحدتين دول الخاصتين بس بفيتار، واحده فيتارم بالعربي واحده فيتارم بالانجلش. طبعا 10 ارقام للتواصل، 10 ارقام للمتابعه، 10 ارقام لاي سؤال لاي استفسار، ضمن هذه الارقام في منها خدمه الواتساب علشان لو حضراتكم ما عرفتوش توصلوا بالتليفون بشكل سريع، لان طبعا ضغط التليفون بيبقى كتير شويه، تقدروا تبعتوا من خدمه الواتساب هم بيردوا على طول، ولا ايه يا لولو؟ على طول ما بتطنشوش يعني لا 24 ساعه في خدمه الناس. تمام. احنا دلوقتي كل اصلا المتابعات اونلاين، يعني دكتورك في موبايلك كويس قوي، وقت ما تحتاجه بتكلمه، مش لسه هتنزل مواصلات ولا لسه هتنزل تتعب بقى وتودي الاولاد عند ماما. لا انت قاعده فاضيه تتصلي، انا في مشكله عندي، انا ما خسيتش، وانت كده كده هتخسي معانا ان شاء الله. اسكندراني اصلي يعني اوعى جد هتخسي يعني هتخسي. هو ده الفكره بتاعتنا، بس مش فكره ان احنا نخس ارقام بس، لا احنا بنخس بصحه كويس، بنخس من جوه ومن بره. يعني ايه قلق من جوه ومن بره؟ من جوه ان احنا بننقي جسمنا تمام من كل السموم اللي دخلته، الدهون بتنزل بس بطريقه سليمه، مش بنلعب على اي حاجه تماما غير المعده. المعده اللي بنلعب عليها ان الكبسولات كلها الياف طبيعيه 100%. الياف الطبيعيه دي مهمتها ايه؟ انها بالبلدي بتاعنا كده تنفش في المعده. كويس. تنفش في المعده بمعنى انها بتاخد حيز اكتر من 75% من حجم المعده. فبتبقى لك الحبه الصغيرين فيهم طول اليوم بتشربي كميه الاكل. كويس. انت غصب عنك يعني معدتك هتتسد، الشهيه هتتسد تماما. يعني لو انت عندك شراهه في الشهيه هتاكلي بكميات اقل، وهتلاحظي من اول اسبوع بالظبط. يعني الفكره يا الاء مش حرمان بالظبط، الفكره ان احنا بناكل بس هو الكبسوله هتشتغل على انها هتقنن كميه الاكل اللي بناكلها. مظبوط. ولان هي اعشاب طبيعيه 100% 100%. واحنا كمان ما بنستلمش كبسولات بس، بنستلم كبسولات نوعين مختلفين، وكبسولات اول مره تنزل مصر. يعني عارفه اللي هو مليانه فيتامينز كتير جدا، وكمان النقط وكمان الاعشاب، ده اللي بنستلمهم في الكورس النهارده. كويس. وعلشان عشانك انت طبعا ربنا يخليكي، وعشان الناس اللي بيسمعونا قليل الحظ الحزينه زي ما انا قلت لك. ايوه. في خصم 75% لاول 100 متصل. ايوه. وكمان الشحن مجانا. تمام. وبرضو زي ما احنا قلنا المتابعه مجانيه بدون اي حاجه. وكمان اي حد هيتصل هياخد كورس كمان مجانا فوق الكورس، بمعنى هياخد اثنين نوعين كبسولات، اثنين نقط، وعلبتين اعشاب. شوفي احنا ما نتمناش نقط في ليالي الحظر الحزينه، بس لو انتوا هتجيبوا لنا اوفرز زي كده احنا ممكن نعتبر نفسنا، بس ربنا يحلها من عنده طبعا. يا رب يا رب. ونبقى نعتبر نفسنا كده لو هتجيبوا لنا بقى 75% وتجيبوا لنا كمان كورس على الكورس. طب ما تقول لنا كده كورسات النهارده ايه؟ الكورسات النهارده يعني احنا بنقسم الناس لثلاث اقسام. كويس. ناس، في ناس بتقول لك لا انا عايزه اخس 10 كيلو فيما اقل. حلو قوي. 10 كيلو فيما اقل بيناسبه الكورس الفردي. الكورس الفردي بيستلم كبسولات ونقط واعشاب. حلو. تحد هيقول لي طب ازاي كبسولات ونقط واعشاب علبه واحده وانت قلتي معاها هديه علبه ثانيه؟ اللي بيبقى الناس اللي عايزه تخس من 10 كيلو لاقل بنقلل في الثمن. كويس. يعني مثلا لو قال لك 10 كيلو اقل بيبقى الخصم ازيد من 75%. اوكي كويس قوي. الجزء الثاني اللي هو الكورس الثنائي. الكورس الثنائي بيعمل ايه؟ بيخسس من 15 ل 20 كيلو على حسب الحاله الصحيه طبعا ونسبه الحرق. وطبعا الكورس بتاعنا بيزود المناعه، فده هيساعدنا جدا جدا في الفتره هو دي. مدعم بفيتامينز، انا عارفه في فيتامين د وفي كذا فيتامين كمان بالظبط، وبي 6 وسي وكل حاجه. هايل. ده هيدعم كمان المناعه في الفتره دي، فمش هتحتاجي مثلا تشتري برتقال استفندي الايام دي، فانت كل حاجه موجوده فيه. ده تمام. بالنسبه للكورس اللي هو عباره عن ايه بقى؟ اثنين كبسولات مختلفه عن بعضها. أيوة. واحده بتنحت والثانيه بتسد الشهيه تماما. هي. يعني واحده بتشتغل على المعده والثانيه بتظبط اجزاء. بالنسبه للستات مثلا بتعمل شيب معين، كل ست طبعا بتحتاج تعمل شيب لجسمها، فبيظبط الشيب بتاعها. كويس. بالنسبه للرجاله اكتر منطقه ممكن بتضايقهم منطقه الكرش، فدي بتنزل تفتت تماما دهون الكرش. طيب. بياخدوا علبتين نقط وعلبتين اعشاب. اثنين نقط واثنين يبقى اثنين كبسولات، اثنين نقط اثنين اعشاب. بالظبط. الكورس الثنائي. بالظبط. طيب. الكورس الثلاثي. ايوه. ده فيما فوق 50 كيلو. يا اللي عايزين يخسوا اكتر من 50 كيلو. ده بيبقى ثلاث كبسولات انواع مختلفه وثلاثه نقط وكمان ثلاثه اعشاب. ايوه. واحد سد شهيه. ايوه. والثاني بيعمل على النحت
والتالت حاجه بيظبط الوزن، بيثبت خلاص الوزن اللي احنا اللي احنا عايزينه. تمام تمام. النقط بتتكون معانا بايه؟ النقط بتتكون معايا من فيتامينات كتيره جدا جدا جدا، فاحنا هنخس جوه وهنظبط بره. هنظبط بره ازاي؟ ضوافر مش هتتقصف، شعر مش هيقع. اول حاجه بنشوفها يشف في وقت مثلا لما تكوني بتبداي دايت مع نفسك. احنا اصلا هنخس بدون دايت، يعني تمام. الشعر النهارده هنخس من غير دايت. هنخس من غير دايت بالظبط. لما بتبداي تخسي بتلاقي اول حد يقول لك مالك انت تعبانه، انت فيكي حاجه، ده مش هتسمعي الكلمه دي تماما. لان كمان بيشيل الهالات السوداء اللي في جسمنا وبيظبط نضاره البشره. الله الله. بس دي بالنسبه لنا. عايزين ايه اكتر من كده يا ست الاء؟ انا ملاحظه ان نشرتك نضره، اوعي تكوني بتعملي حاجه من ورانا الاء. انا اقدر. لا يا حبيبتي ربنا يحفظك يا رب. الاعشاب دي بقى ملكه الكرسي كلها. ليه ملكه الكرسي كله؟ لان ده اللي بيظبط السموم اللي دخلت جسمنا كلها بقى لها فترات قد كده، وكمان بيساعد على زياده معدلات الحرق بنسبه كبيره جدا جدا. هايل. بالنسبه للناس كمان اللي الغده عندهم واقفه. مشاكل الغده دي مشكله برضه. جدا جدا جدا. يعني احنا كمان عندنا الناس عندهم مشاكل مع الغده او شايلين الغده، مشاكل الحرق جايه من الغده، بيظبط كل حاجه، وكمان مناسب لمرضى الضغط ومرضى السكر. انتوا بقى قولي لي الكورس الثلاثي العبقري ده، والثنائي برضو بتلعبوا على الكبسوله اياها. بالظبط. فعايزين انا هديكي من ضيق قلق سخن. يعني بصي طالع ريحه الفرن. انا قاعده على اعصابي اصلا. لا يا عم مش انا ايه، هنديكي. بصوا بقى الشكل لما بيبقى متقطع حلو بيبقى شكله جميل ازاي. بصي يا الاء، طبعا فكره الكبسوله دي يعني كبسوله عبقريه جدا. هي طبعا فادت كل الناس اللي عندها اوزان كبيره جدا معديه المئوي جدا بشكل جميل في وقت قليل. وانا طبعا انتوا بعتوا لي صور وبعتوا لي محادثات، بس احنا طبعا نظرا لان احنا مش هنقدر يعني نعرض كل خاصه بصور الناس، هم الا اللي بيبقوا موافقين او حابين ان هو يتعرض ليهم صور. صعوبه كبيره جدا في الناس انها توافق، لان بالنسبه للستات بعد الشيب الجديد مش عايزين يعرفوا حد كان ايه فيما قبل. مفيش مشكله طبعا، احنا بنحترم ده جدا. لكن انا عشان هم بيبعتوا لي دايما يقولوا لي بصي، يعني من نوع من انواع المتابعه منهم كشركه الحقيقه، وده مهم برضه ان هم بيحافظوا على صورتهم، على يعني هم مصداقيتهم ايه مع الناس، فدي حاجه حلوه جدا. لاعب شغل جامد. قولي لنا كده على كام حاله من اللي حصل معاهم التواصل من خلال الكبسوله دي كده دنيتي. يعني انا هقول لك على حاله اسمه استاذ حسام. تمام. استاذ حسام خس في خلال اسبوع وثلاث ايام بالظبط 9 كيلو. ما شاء الله. 9 كيلو بدون دايت، بدون رياضه، بدون ما يتحرك من البيت. ما طبعا مش هيعرف يتحرك عشان ليالي الحظر زي ما احنا اتفقنا. ليالي الحظر الحزينه ما فكرناش. مفيش دليفري. فقعد في البيت، كل اللي بياكله اكل صحي تماما من البيت، ما بنطلبوش باكل معين، لا مسلوق بقى ولا بيضه الصبح ولا بعد الغدا تاكل كل حاجه مسلوقه وخضار، لا ما بنطلبوش باي حاجه من دي. تمام. وخس زي ما انا قلت لك، وعارفه اللي هو مكلمني كفايه الفرحه اللي في عينيه، فاهمه؟ ما شاء الله. انا خسيت، انا ما كنتش مصدق اصلا الكرسي بيعمل كده، بس قلت اجرب باي لك. بس عارفه انبساط وحاجه فوق ما تتخيلي، فكره انك تغيري حياه حد من حاجه كان كاره بقى حياته ومش طايق نفسه. طعمها حلو، انا حسيتها قوي. انسان بيتحول من حاجه لحاجه تانية خالص. كده يا مخرج كده جابك. والله انا عايزه اوريك. بصي هي سخنه قوي. بصي بصوا بصوا كده، معلش يا الاء اتفضل. اصل الاء رقها جري دلوقتي، انا عايزه الحقها. بصوا بصوا هنا 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 يا اولاد، انتوا رحتوا فين؟ انا بصوا اللي عجبه بقى من جوه. لا هديكي هديكي بعد الهوا بقى عشان الروج. لا بصوا بقى اللي عايزه اوريكم بس العجوه جوه، لو عملتوها هتنشف. بصوا ناعمه ازاي وطريه كلها، بصوا بتبوظ طريه جدا. فانا عايزه حضراتكم ما تعملوهاش على السخن ابدا ولا تشوهوها. انا هديكي باظ باظ خالص. هديكي حالا سخن مولع تاكليه وتقولي لنا رايك ايه. احنا بقى نخليهم ياكلوا اللي انت بتعمليه والعجوه كمان كل حاجه عشان مفيده، وهيخسوا كمان وهيخسوا. هنعمل الحاجتين دي. الفكره بتاعتنا ان احنا بنخس بدون دايت، بنخس بصحه، وكمان يعني بسعر اقتصادي جدا مقارنه بالاسعار بتاعه السوق. وطبعا مالش لازم، ما ينفعش نثق تماما باي منتج بره. لا لازم طبعاً تكون لازم على ثقه كبيره جدا. لا والناس، في ناس كتير بتخاف، ما بتحبش يعني تتعامل مع اي منتج تاني بصراحه، يعني فعلا بامانه. فعلا. انا واحده من الناس ما اعرفش ادخل صيدليه اقول واحد يرشح لي دواء، بس في فئه كبيره جدا 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 يا شباب بتعمل كده. ما احنا بقى عايزين نقول لهم، لو انتوا
يعني لازم تعرفوا الاول ابعاده ايه، ايجابياته ايه وسلبياته ايه، وتساله وده مش عيب. طب ايه الـ 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 يعني الاثار الجانبيه، طب ده ايه عيوبه، ده وده ايه، وده عندنا برضه متاح. يعني مش لازم ان انت تتصلي تطلبي الكورس، لا انا عارفه ان انتوا بتعملوا كده مع مرضى القلب فعلا جداً. هم بيعملوا كده مع مرضى القلب ويقولوا نبعت النشره والتكوين بتاع الكورس من ايه عشان حضرتك تعرضيه على دكتور القلب بتاعك بالزبط. فلو قال لك اوكي اوكي مش اوكي، لان طبعا حالات مرضى القلب ربنا يشفيهم ويعافيهم ورب تبقى مختلفه. وحتى لو الناس سالونا بعيد عن مرضى القلب، يعني واحده جت اتصلت انا عايزه اعرف المكونات، عايزه اطمن على نفسي، اه بتقولي من حقها بتقوله طبعا. كل حاجه موضوع فريندلي، مش هناخدها بعصبيه لا انت مالك والحاجات اللي بتحصل دي، لا لا انا دي انا عارفه جدا انتوا ما شاء الله وبطريقه كده كويسه جدا بتطلبي، وكمان مش بنرميكي كده وخلاص ادام اخدت الكورس من فكره مش بيع وشراء، لا بنتابعك معاكي من اول اسبوع هتحسي ان السايز بتاع البنطلون قل بالذات في الهدوم بتاعه البيت الموضوع بيفرق جدا. بنتابعك اول باول، رغبتنا يوم بتيجي تتصلي باليوم اللي بعده. المتابعات عندنا من الساعه 7 بالليل عشان طول اليوم بيبقى طبعا حلقه حضرتك، بنستقبل بقى الطلبات من الساعه 7 بالليل بقى بيبدا بقى المتابعات. متابعات انا النهارده لخبطت، انا النهارده كان عندي مناسبه، النهارده كان عندي خطوبه اعمل ايه. بناخد الموضوع ان هو فريندلي جدا، طب خلاص بكره اعملي كذا، الكبسولات خديها في مواعيد كذا، النقط خديها في مواعيد كذا. في ناس بتقول انا ما اقدرش مثلا انا ورايا شغل ما اقدرش اخدها الصبح ما افطرش، بنظبط على حسب مواعيدك انت، اه على حسب هو بينام الصبح بينام بالليل بالظبط. ده حاجه هايله جدا يا الاء. اللي عايز اسالك عليهم حاجتين، اولا بالنسبه للاطفال اللي عندهم سمنه مفرطه زياده ومحتاجين ياخدوا الكبسوله الجديده، هو في منها مشكله ليهم؟ لا مفيش مشكله، بس الاطفال يعني عارفه اللي هو اتضاحا كده من وقت سن البلوغ، اه من سن البلوغ هو كلها الياف طبيعيه زي ما قلت لك واعشاب طبيعيه 100%، بس علشان هو طفل فالهرمونات ما بتكونش متظبطه قبل يعني قبل الموضوع البلوغ، فبعد البلوغ الهرمونات بتبقى متظبطه شويه، فنقدر نلعب بقى على الحته دي. حلو جدا، لكن هو ما بيلعبش في الهرمونات، هو ملوش علاقه. لا لا احنا لكن بعد نقصد ان هو بعد فتره البلوغ سواء بنات او ولاد. طيب دي ده سؤال. السؤال الثاني، الناس الكبار في السن اللي يبقاش عندهم مثلا غير مشاكل الضغط والسكر والكوليسترول، هل صادفتوا حد عنده مشاكل مثلا غير العظم والغضروف وكده بينزل بقى بالكبسوله الجديده دي؟ جدا. عارفه بيقولك ما بعدش يا جيمي، اغلب اصلا الناس الموجوده معانا ناس كبار في السن معدين، يعني في ناس حالات عندنا فوق ال 60 سنه وبتخس معانا بكميات اكبر من الشباب. انا خدت بالي من الموضوع ده، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يديهم الصحه والعافيه، الحرق بتاعهم كويس كمان بالرغم ان هو يعني ربنا يعافيهم. في ناس بتتصل بيبقى عندهم اكتر من مرض مرض مزمن كمان، بس بيخسوا اكتر من اللي في مرحله الشباب. ليه السبب بيخسوا اكتر في مرحله الشباب؟ لان بيبقى عندهم عظيمه اكبر. لا انا عايزه اخس صحتي، انا عايزه اعرف امشي زي ما كنت شباب، انا عايزه ابص في المرايه البس الفساتين بتاعه زمان. عارفه الاحاسيس دي هي دي اللي بتديهم عظيمه وطاقه، هي دي الفكره. الشباب بقى كل الفكره بتاعتهم لا انا عايزه اخس عشان انزل مع اصحابي محدش يتريق عليا. صح، فعزيمه الناس الكبار بتبقى اقوى. طيب قولي لنا بقى، هسالك سؤال دلوقتي، احنا عايزين طبعا احنا هننزل، طب نزلوا الصفحات تاني مفيش مشكله، ونبدا نقول الكورسات تاني لكل اصحابنا لو لسه حد منضم للفقره دلوقتي الاء، يبقى عارف انت النهارده عامله لنا يعني مفاجات حلوه قوي، وعامل لنا النهارده ثلاث انواع من الكورسات، الفردي والثنائي والثلاثي، هنتكلم على كل واحد فيهم وتقولي لنا دي الاول الصفحه الاولى الفيتارم بالانجلش، دي الثانيه ونزلت الاولانيه الفيتارم بالعربي. 10 ارقام للمتابعه مع حضراتكم للاتصال والاستفسار وكل حاجه انتم محتاجينها، وكمان في من ضمنهم ارقام عليها خدمه الواتساب لو حابين تتواصلوا من خلالها لو ما ردوش على التليفون لاي سبب او لكثره التليفونات. وخدمه 24 ساعه. الخدمه 24 ساعه، يعني ما فيش ايام اجازات؟ لا ال 24 ساعه الحظر الحزين، ما فيش اجازات. طيب قول لنا بقى الكورسات كده مع بعض حاجه حاجه. عايزه بس اقول حاجه قبل ما اقول الكورسات، في ناس بتخاف انها تطلب حاجه من بره دلوقتي لانتشار الفيروس. احنا المندوب بيجي لك متعقم تماما، لابس الجلوفز، حاطط الكمامات، بتستلمي الاوردر بتاعك محطوط عليه العلامه المائيه عشان تتاكدي ان هو ده إن هو الاصلي، لان في تقليد كتير دلوقتي في السوق مننا. بس ده اصلا يعني كبسوله جديده بس التقليد بتاعها زياده عن اللزوم، فانت بتتاكدي من العلامه المائيه، وكمان في الجلوفزات موجوده على مع المندوب والكمامات، فانت صحتك موجوده، وكمان تاكدي ان انت ماشيه بطريقه سليمه جدا، مفيش خوف يعني. اه بالظبط، اللي جاي ده مرشينه كويس وحاطينه في الكحول زي الفل. طيب ماشي، قول لنا بقى الكورسات كده يا الاء. جايبه لك ثلاث كورسات النهارده، الثلاثه عليهم خصم 75%، يعني اي هتطلب كورس واحد هياخد خصم 75%، والشحن مجانا، وزي ما قلنا المتابعه مجانا. تمام تمام. الكورس الاولاني اللي هو الكورس الفردي للناس اللي اوزانها 10 كيلو فيما اقل، يعني اقل من 10 كيلو، بيستلموا ايه؟ واحد كبسول، واحد نقط، واحد اعشاب. هايل. تمام. الكورس الثنائي اللي هو علبتين كبسولات مختلفين، كبسوله اول مره تنزل مصر، واثنين نقط واثنين اعشاب، بيستلموه. تالت حاجه اللي هو الكورس الثنائي الاول بيخسس من 20 كيلو
الماكسيموم بتاعه 20، في ناس بتخس اكتر على حسب نسبه الحرق بتاعها. تمام. الكورس الثلاثي هياخد 3 كبسولات 3 نقط 3 اعشاب. من ضمن الكورس الثلاثي فتره التثبيت، كبسوله تثبيت. وبرده في الفردي والثنائي بعد ما بتقولي انا خلاص وصلت للتارجت اللي انا عايزاه بتخشي فتره التثبيت اللي بتثبتي على وزنك، ما بتقدريش ترجعي تاني اللي انت خسيتيه زي ما احنا بنسمع بالدايت اللي احنا بنعمله. بنستلم 3 كبسولات 3 نقط 3 اعشاب في الكورس الثلاثي. الثلاثي من 50 كيلو فيما فوق. كويس جدا. يبقى احنا كده عندنا 75% خصم، وده الاول 100 متصل عشان بس حضراتكم تلحقوا تتصلوا بالزبط. وشحنه مجانا، وكل كورس عليه كورس كمان هديه، يعني انتوا عاملين الواجب وزياده بالزبط. عداكوا العيب الحقيقه يعني بالزبط. الحته دي الكورس الفردي اللي هو واحد كبسول واحد نقط واحد اعشاب، طبعا عشان الناس اللي اقل من 10 مش هينفع تاخد كورسين فبينقلل في نسبه الفلوس. اوكي يبقى ال 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 عشان يبقى الموضوع في الخصم اقل من كمان يعني كمان اكتر من ال 75%. طيب دي حاجه هايله جدا. طيب قولي لنا بقى يا الاء، احنا انت قلتي لي في حاله انت اتكلمتي عنها من شويه اللي هي حاله استاذ حسام دي، قولي لنا بقى هو كان كام، يعني ايه اللي هو قاله اول انطباع قاله كده بعد ما اخذ ده وحس عدى عليه اسبوع ولا حاجه؟ قال هو اول ما اتصل اخذ الكورس بيقول انا بجرب، عارفه اللي هو الناس بتتكلم بقى خشوميه كده خايفه على نفسها. انا بجرب بس، انا عارف انه مش هيعمل حاجه بس انا اسمي بجرب، عملت كل المحاولات عشان ابقى قدام مراتي راضي نفسي. عارفه الكلمه دي يعني راجل يعني خلاص جاب اخره كمان بالظبط. عارفه بقاله فتره بيحاول ومثلا بيخس مثلا في الشهر 2 3 كيلو بالعافيه، بينزلها بطريقه بسيطه جدا، وده بسبب مشاكل في الغده. نسبه الحرق عنده قليله يعني عاليه جدا، فما بيقدرش يواظب مع الموضوع. تمام. اول ما خسف اول اسبوع وثلاث ايام، عارفه اللي هو انا مش مصدق نفسي، انا كنت بجرب ده، انا هرشح لكذا وهرشح لكذا وهرشح لكذا بس انا مبسوط ان انتوا كنتوا بتتابعيني، كنت بتابع معاه يوم بيومه. مش هو لوحده او خصوصا ليه علشان هو اتصل قال لي انا بجرب وبثبت له، لا لاي حد من العملاء بيتصل انا بتابع معاه يوم بيوم. تمام. في متابعه اسبوعيه، في متابعه شهريه على حسب الحاله اللي موجوده معايا بقدر اتابع معاها ايه. كميه بقى الفرحه اللي انت بتشوفيهم في عينيهم او في صوتهم لما يكلموكي دي لوحدها كفيله ان انت تكملي تقدري ان انت لا انا هكمل، انا عايزه اساعد ناس ثانيه، انا هقدر. كل الناس اللي هو عندهم سمنه اكتر حاجه بتواجههم النفسيه تسمع كلمه من دي بسطه من ده. الاطفال ما عندهمش وعي كفايه في المدرسه يقول له يا كرومبا، الحاجات اللي احنا بنسمعها كنا بنسمعها زمان دي لسه موجوده لحد دلوقتي، فانا ليه اسمع بابني حاجه شبه دي؟ ليه انا اسمع كلمه تضايقني وسط ناس وتحرجني؟ فانا ابدا من دلوقتي احسن ما الموضوع يتضخم وما اقدرش اعمله، وجايلك بسعر اقتصادي جدا وهتخسي في وقت قليل جدا جدا جدا. كويس. ومتابعه ببيتك. دي احلى حاجه ان الواحد برضه عشان ينزل يروح لدكتور تغذيه ايا كان، يعني اولا بيبقى فيه رولز بتحكمك جامد جدا، بيبقى فيه برضه مشاوير رايحه وجايه. القصه دي تبقى تقيله على ناس كتير، ولما بتمشي فيها مده شهر بتبقى مش قادره تكمل بعد كده او بتزهق او فانا طبعا سعيده ان يبقى في احد المنتجات اللي تكون حد عايز ينجح، ونجاحه ده بيبقى مرتبط دايما بالعميل بتاعه او بالشخص او بالناس اللي بتتعاون معاه من خلال انها بتاخد الحاجه دي يعني بتستخدمها. طبعا يا الاء احنا النهارده برضه هنختم اخر حاجه بالكورسات عشان كل اصدقائنا يبقوا عرفوا احنا معانا النهارده الاء جايه وجايبه معاها خصومات كبيره جدا 75% وشحنه مجانا. وخلينا نقول بقى كمان الكورسات بتاعتنا لاخر مره يا الاء. الكورسات انا جايبه لك 3 كورسات. أيوة. كلهم منتجات طبيعيه 100%، اعشاب طبيعيه. يعني اعشاب طبيعيه زي ايه؟ زي التوت البري، التفاح الاخضر، القهوه الخضراء، كلها حاجات طبيعيه 100%. عندنا كورس فردي وكورس ثنائي وكورس ثلاثي. ايوه. الفردي من 10 كيلو الاقل هناخد واحده كبسوله واحده نقط واحده اعشاب. الثنائي من بعد ال 20 كيلو عايزين نخسهم هناخد 2 نقط 2 كبسولات 2 اعشاب. كلها كبسولات جديده اول مره تنزل مصر. اوكي. ثالث كورس الثلاثي اللي هو 50 فيما فوق 50 كيلو 3 نقط 3 اعشاب 3 كبسولات. هايل. الثلاث شهور اللي هو الثلاثي بيكفينا 3 شهور، في ناس بتاخده على شهر، بتاخده على حسب الحاجة عايزين يخسوا بسرعه. بيبقى مكثف على حسب الوقت اللي هم عاوزين فيه. خصم 75% الاول 100 متصل، شحن مجانا، واتمنى يا رب النهارده يعني تكون الاوفر اللي متقدم من شركه فيتارم جلوبال يعني ينال رضا حضراتكم. بشكر ضيفتي اللي نورتني وشرفتني النهارده الاء سليم. ميرسي الاء، نورتينا وشرفتينا. والنهارده احنا عملنا كعب الغزال بطريقه بسيطه على مقادير الكيلو زي ما حضراتكم طلبتوا. عايزه اقول لكم طعمه جميل. العجوه كمان لما هنستخدمها على البارد هتفرق كتير جدا في الحشو، يقعد معانا فتره تحسوا ان الحشو يفضل طري. العجوه ما بتنشفش، ما بتجفش، ما بيبقاش محجر، في طراوه.
اتمنى يا رب تجربوه. كل سنه وكل اخواتنا المسيحيين طيبين والف صحه وسلامه. وتحيه لحضراتكم طبعا. ميرسي كل اصدقائنا اللي كلمونا واللي ما كلمونيش، بشكر حضراتكم طبعا وبدعي لكم من قلبي يا رب يعدي الفتره الصعبه دي على خير. من هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.